انا عايز اسال حضرتك على حاجه مهمه جدا. فهمينا اهميه او فهم المربي ايه اهميه الترقيم وان احنا نامن له على الحيوان بتاعه. فهمينا التامين اولا الترقيم بنركب له الرقم وبيبقى مظبوط في البطاقه، بيبقى دي وسيله للتعرف على الحيوان بتاعه. الحاجه الثانيه ان انا البطاقه الصحيه بسجل له فيها كل المعاملات من تحصينات من ادويه من تلقيح صناعي بتواريخها بكل حاجه مع الحيوان من بدايه الميلاد لحد ما بيدخل المجزر بيسلم البطاقة في المجزر. وبالتالي هو بيستفيد بأن الحيوان لو لا قدر الله حصل سطو أو سرقة أو كده بنقدر نتعرف على الحيوان من الرقم، بنقدر نعرف التعاملات اللي اتعملت عليه، الأدوية اللي اتقدمت له. إن أنا الحيوانات مفروض قبل الذبح بفترة كافية إن أنا بمنع عنه الأدوية، فبالتالي لما بيروح المجزر بالبطاقة بيبقى مدير المجزر أو الطبيب اللي في المجزر عارف إيه المعاملات اللي تتعامل بيها على الحيوان.